بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من يومين كنت بتكلم على مباراه وفاق سطيف والرجاء البيضاوي، كنت بتكلم على مدرب الرجاء مارك فليموتس، وكنت بقول ان الراجل ده مدير فني قليل جدا، والموضوع مش موضوع سي في، والموضوع مش متعلق بموضوع ان الراجل عنده سي في قوي. الراجل مفترض ان عنده سي في قوي، بس الرجاء ما استفادش منه اي حاجه، وبتمنى ان هو يمشي. والكلام ده قلته في فيديو الاهلي والرجاء، ان مدرب الرجاء ضعيف، ومدرب الرجاء كان جبان وكان خايف زياده عن اللزوم من اسم النادي الاهلي. بس احنا مش جايين نتكلم على الاهلي والرجاء، احنا جايين نتكلم على ان الرجاء اخيرا السيد انيس محفوظ رئيس النادي قرر ان هو يقيل مارك فليموتس، وبدانا نشوف رحله الرجاء للتدوير على مدرب جديد. ورحله الرجاء بدات تختصر في اسامي بدا يكون ملامحها واضحه جدا بالنسبه لجمهور الرجاء. واحد، منذر الباير. منذر الكبير بدأ يكون من الترشيحات القوية في الرجاء. الراجل قال انه ما وصلنيش اي عرض رسمي. والمدرب انيس الشعباني، المدرب التونسي اللي صاحب انجازات كبيرة مع الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا، والمدير الفني لمنتخب مصر السابق كابتن حسام البدري. وحسام البدري بنسبة كبيرة جدا هو واحد من ابرز المرشحين لتدريب الرجاء، ان لم يكن المرشح الاول. حسام البدري مدير فني مش هتحبه، شخصيته كاريزمته، هو مدير فني ما يتحبش، بس الراجل شغله للأمانة هيخليك تحترمه وهتحترم اللي هو بيقدمه. لأن حسام البدري مع رفضه للعروض اللي بتجيله من الدوري المصري سواء الإسماعيلي أو سواء الزمالك، فمعناه إن البدري بيدور على عرض بره. وموضوع عرض الرجاء لحسام البدري، الموضوع كان تقريبا كده بشكل رسمي إن حسام البدري جاله عرض من الرجاء البيضاوي. أتمنى إن حسام البدري يروح الرجاء، اتمنى بصراحه ان جمهور الرجاء يتفرج على فرقه متماسكه مع حسام البدري. انا بقول لك مدرب ما يتحبش، بس هو هيعرف يعمل لك فرقه متماسكه، هيعرف يعمل لك فرقه محترمه جدا. حسام البدري باقل الامكانيات، بالامكانيات الموجوده حاليا في الرجاء، هيعرف يعمل فرقه محترمه ليها شكل متوازن. الفرقه هتكون محتاجه وقت مع البدري، ان البدري نسي التدريب بقاله فتره، بس البدري صدقني في ظل الترشيحات ما بينه وبين منذر الكبير وبينه وبين انيس الشعباني، البدري افضل بكتير جدا. دي وجهة نظري انا، لان شايف ان انيس الشعباني بيقدم اداء كويس مع المصري، وفكرة ان هو يسيب المصري ويروح لفرقة زي الرجاء حاليا، اعتقد ان الموضوع هيكون صعب شوية على انيس الشعباني، لان الشعباني مصمم ان هو يكمل بالمصري البورسعيدي في رحلة الكونفدرالية. اتمنى ان حسام البدري يتعاقد مع الرجاء، اتمنى ان حسام البدري يعمل فرقه محترمه، اتمنى ان حسام البدري يعمل شكل جميل لجمهور الرجاء يتمناه. بس برضه في كل الحالات مش هتحب حسام البدري، لان زي ما قلنا هو شخصيه ما تتحبش، شخصيه نرجسيه، بس يعمل لكم فرقه محترمه، شهاده لله يعني. بس عايز اقول لك الف الف مبروك على اقاله مارك فليموتس، واي حد هيجي بديل لمارك فليموتس ما عدا منزل كبير هيكون الفرقه ان شاء الله معرضه ان هي تعمل نتائج وانجازات لنادي الرجاء العريق والكبير جدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم.